ذات أنواط يعني ذات التعاليق، يعني كانوا بيعلقوا فيها الأسلحة المشركين لما طالعين للمعركة، بيعلقوا يمروا بالشجرة دي، يجوا بالشارع ده مخصوص عشان يلاقوا الشجرة اللي اسمها ذات أنواط، ويعلقوا فيها الأسلحة وينتظروا يقعدوا. يقول الشجرة دي بتجعل البركة والقوة في الأسلحة، فبالتالي حننتصر. يعني اللي بينصروا منه الشجرة دي، وشجرة بتاع السدرة بتاعت نبك كلها شوك، دي بتنصرهم. وربنا يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وربنا يقول وما النصر إلا من عند الله. ذات أنواط بتاع شنو ولا سدرة بتاع شنو؟ وده العقيدة دي الليلة موجودة بنفسها في الشجر، يعني عقائد خربة وشركية في الشجر، وفي أشياء ومعبودات أخرى، في أحجار وفي قبور وفي قبب وفي أضرحة وفي بشر وفي حجبات وفي تمائم. من أعجب الأشياء اللي حكى لي زول من الناس اللي مشوا محلات الحرب في البلد دي، نسأل ربنا يسلم بلادنا جميعا من الحروب والنزاعات والفتن، قال لي بعض العساكر كان بيغادي ولا بيجاي يكون ملان حجبات فل، يضربوه طلقة يقع يموت، يجي أخوه يقلع الحجاب يلبسه ذات. طيب ده ما عاد كيف يعني، بدل ما يقول يا سلام الحجاب ده ما نافع، أيوة خلاص أنا تبت الحجاب ده شرك، لو كان بينفع كان نفع، شنو أزول لو ما كان مات وما كان وما كان، بدل ما يقول كده بيشيل الحجاب سرقة اللي باطل ذاته، وبيقوم شنو وبيقوم بيلبسه ذاته. فده قمة في الغباء وقمة في الشرك والحماقة. يعني انت شوف الهك هو ده ما نافع ما نافع، وبرضه تعبده اله بالباطل.